عمل وكيل فيكم. ايه اللي حصل؟ مشاكل طول الوقت وخناق وضرب. بصي الاول كان ضرب في سلك الكهرباء لحد ما اتطور وبقى رمي من الشباك، حذفني من الشباك عشان يخلص مني عشان مش عايز اجيب له فلوس. فلوس ايه؟ هقولك فلوس ايه. هو عايزني اتصرف له في 25,000 جنيه. هو كان معاه فلوس الاول، كان بيبيع بقى حاجات يعني وكده، مخدرات. بعدين ايه، القعد بقى من الشغل في فترة بتاعت رمضان، طبعا ما فيش بقى الحاجات دي، فقعد بقى فترة رمضان صرف بقى كل اللي معاه. جي بعد العيد بقى عايز فلوس. ايه، انا في رمضان صرفت عليكي 27,000 جنيه، عايزه جيبهم لي من امك. وكلم امي قول لها بنتك واخده مني 27,000 جنيه وانا عايزهم، ولو ما جبتهمش انا هعمل واسوي. ويضرب فيها في سلك الكهرباء طول الوقت لحد اما جسمي كله باظ، ورجلي طبعا وظهري علامات السلك. وضربني في وشي هنا حبيبتي بكتر، ومبهدلني طول الوقت خناق وشتيمه وضرب في سلك الكهرباء. اخر يوم ده اللي هو يوم الحادثه كان بيتخانق معايا برضه بسبب الفلوس، وامك قالت هجيب منين ومش هجيب منين، ويقعد يشتم ويزعق ويضرب بسلك الكهرباء. قمت عملت ايه؟ قلت له انا ما اعرفش هعمل ايه، انت عندك حل اعمله؟ قول لي عليه. يا عم امضي لك على وصولات. ليه؟ انا عايزه ارحم نفسي من الضرب واللي بيحصل فيا. قلت له همضي لك على وصولات ماشي. قبل كده كان برضه مكتبني، بس مش مكتبني وصولات، مكتبني ورقه وقرة انا شروق الحسيني اني اخدت من زوجي 20,000 جنيه قرار مدينة بيهم لزوجي 20,000 جنيه. ومش فين اهله يا شروق؟ اخواته، ابوه، امه، محدش بيقدر عليه. اشتكيتي قبل كده؟ بقول لهم كتير قوي، بس هو كان بيسب في امه وبيخصف في امه وبيضرب ابوه، محدش بيقدر عليه. حضرتك محدش بيقدر عليه خالص. عندك منه كام ابن وابنة؟ 2 ولدين. عندك ولدين؟ اه. بقالك كام سنه زوجه؟ 9. استحملتي 9 سنين يا شروق؟ وابويا اغضب واسيب البيت، وابويا رجعني يقول لي عيالك، ما عندناش واحده بتسيب عيالها وترميهم. اما يكبروا يقولوا امي رميتنا، مش عشان ابويا بهدلنا، يقولوا امي رميتنا لاي سبب تاني. رجعي لعيالك ولبيتك، وارجع لعيالي ولبيتي. اغضب ويبقى ضاربني وموتني ومعورني وبقيت في المستشفى باليومين. ويقول لك ارجعي. وابويا يرجعني تاني. ما هو عارف، هو دلوقتي بيقول لي انا السبب. بيقول انا السبب عشان رجعتك كذا مره. عايز يحافظ على بيتك وعلى عيالك. هو ما كانش يعرف طبعا كل ده. كنتش بتحكي له؟ بحكي له وقت ما يحصل مشكله كبيره. ببقى خلاص ما قداميش حل غير ان اوصل لهم. بقول هو غصب عليكي ومرجعك لجوزك؟ اوقات بقى كان اصلا بيقطعني عنهم كلام خالص، ولا يعني طبعا يجي ويصلحك ويتحايل عليكي. من ساعه رمضان، من قبل رمضان لا، من قبل عيد الضحيه بحوالي عيد رمضان بحوالي 3-4 ايام، هو منعنا اكلمكم خالص، لا امي ولا ابويا ولا اخويا ولا حد. ثواني بس، هو بيشتغل ايه؟ اسمه ايه بيشتغل؟ اسمه مصطفى عبد الفتاح. كم سنه؟ 43 سنه. بيشتغل ايه؟ انت ما اتجوزتي كان بيشتغل ايه؟ كان بيشتغل يوميا السرجي كده عند الناس. كان صنايعي؟ ساب صنعته ليه؟ عشان مش بتجيب له الفلوس اللي هو عايزها. طب وانت بتشتغلي ايه؟ انا كنت بشتغل في قلب البيت كوافيره. وبعدين؟ بس ليا زباين بتجيلي البيت بعمل لهم كوافيره، ولا مؤاخذه برضك في اوقات كان فيه واحده بتحتاجني مثلا اروح انضف لها البيت كنت بروح. ولادي اولى بالجنيه. فكرتيش تطلقي من زمان ليه يا شرو؟ فكرت كتير قوي، بس كل الكلام كان عيالك 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 عيالك. انت مش هتبهدلي وهو مش هيبهدل عليك، هيبهدله.